أهلا بكم إلى نشرة السادسة من قناة كاب 24 تي في بطنجة. نبدأها بأبرز العناوين. جلالة الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا. اختفاء سفينة صيد أرجنتينية جنوب الأطلسي وعلى متنها 9 أشخاص. هيرو يكشف حقيقة مفاوضاته مع ريال مدريد. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الأحد بالديوان الملكي بالرباط مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية فخامة السيد محمد بوهاري. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والرئيس النيجيري قد استعرضا لدى وصولهما إلى الديوان الملكي تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت التحية. وبمدخل الديوان الملكي قدم التمر والحليب للرئيس النيجيري جريا على التقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات. وبهذه المناسبة أخذت لجلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والرئيس النيجيري صورة تذكارية. إلى خبر آخر، حيث علم لدى المفوضية الأوروبية أن هيئة المفوضين صدقت اليوم الاثنين على تبادل الرسائل التي تدعو إلى دمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر أوروبي ببروكسل أن الأمر يتعلق بخطوة هامة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملائمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا على أن المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أي عراقيل، مما يعد صفعة جديدة لجبهة البوليزاريو وصنيعتها الجزائر. وشدد المصدر ذاته على أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية أسفرت عن دعم واسع لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق بنظر للامتيازات السوسيو-اقتصادية بالنسبة للساكنة والاقتصاد والجهة. وأكدت المفوضية الأوروبية في بلاغ لها عقب اجتماع هيئة المفوضين على أن الوثائق المصادق عليها سيتم عرضها بعد ذلك على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليها. وذكرت بأن المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي وتجمعه بالاتحاد الأوروبي علاقة متميزة يسعى الاتحاد إلى تعزيزها في مختلف المجالات. إلى خبر آخر ومحليا، نظم المكتب المسير لجمعية موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بطنجة صبيحة اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية تنديدا بأسلوب التماطل والتسويف الذي تنهجه المديرة الإقليمية أمام الملف المطلبي الذي تقدم به موظفو وموظفات المديرية حسب البلاغ الذي توصلنا بنسخة منها. عين على الموضوع مع زميلين أنس العميدي وعادل الوريان الطويلة. بعدما لاقت مطالبهم أذنا صماء تعذر معها الوصول إلى حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها موظفو وموظفات المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بطنجة أصيلة، نظم عدد من موظفات وموظفي هذه المؤسسة صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية منددين ومستنكرين للطريقة التي تعاملت بها المسؤولة الإقليمية مع ملفهم المطلبي. في البداية وجب التذكير بأن مسلسل ديال الحوار مع المديرة نكلي نقول لكم بأنها منعدم. بعد محاولات عديدة وجهنا لها رسالة، آخر رسالة وجهنا لها كانت في 5 أبريل إلى حدود الساعة لم تكلف نفسها عناء استدعائنا بخصوص المطالب. مطالب جد بسيطة، وكما ورد في الوقفة الاحتجاجية كما سمعتم عندنا مطالب بسيطة: تحسين ظروف العمل والتعويضات المالية، التعويضات المادية، حيث التعويضات المادية هي فيها إجحاف في حق الموظفين ديال هذه المديرية أسوة ومقارنة مع باقي مختلف المديريات على الصعيد الوطني ماشي فحسب المديرية الجهوي. ثانيها، لا يعقل أننا كنشتغلوا في ظل التوقيت المستمر وما عندناش مقصف. الأدهى والأمر هو أن النيابة لا تتوفر على فضائل للصالات،
أكثر من ذلك تعرضوا مجموعة من الموظفين للاعتداء داخل حرم المؤسسة، مؤسسة ديال الدولة، بما كان الحرم ديال النيابة مستباح ولم تحرك الإدارة الساكن. الوقفة عرفت رفع مجموعة من الشعارات التي تطالب بتحسين وضعيتهم الوظيفية وخلق جسر للتواصل بين الموظفين والمسؤولين بالمديرية، وعلى رأسهم المديرة الإقليمية بطنجة أصيلة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى شأن الدولي، حيث أعلنت السلطات الأرجنتينية بعد ساعات من تلقي نداء استغاثة عن اختفاء سفينة صيد أرجنتينية كان على متنها طاقمها الذي يضم 9 أفراد. وأفادت البحرية بالعثور على جثة من دون سترة نجاة بحوض سواحل شبوت التي تشملها منطقة البحث عن السفينة المختفية، دون أن تؤكد ما إذا كان الأمر يتعلق بأحد أفراد طاقم السفينة التي ما زالت عملية البحث عنها متواصلة. وكانت سفينة رخيل التي يبلغ طولها 28 مترا تبحر على بعد 200 كيلومتر عن سوائل البلد الجنوبي أمريكية وعن ميناء راوسون، وقد غادرت يوم الثلاثاء الماضي ميناء مار دي بلاتا المطل على المحيط الأطلسي. وكشفت البحرية الأرجنتينية اليوم في بيان لها أنه تمت تعبئة 3 سفن تابعة لخفر السواحل وطائرة ومروحيتين من أجل مواصلة عمليات البحث في المنطقة التي يحتمل أن تكون رخيل قد اختفت فيها، مشيرة إلى أن نحو 30 سفينة صيد انضمت بدورها إلى عمليات البحث إلى جانب مجموعة من العناصر الأمنية التي تمشط منطقة سواحل راوسون. وإلى الشأن الرياضي، حيث قرر إيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي إجراء 4 حصص تدريبية بمدينة فورنيجا الروسية التي تحتضن مقر إقامة الأسود قبل تنقل صوب سانت بطرسبورغ 4 المقبل لمواجهة المنتخب الإيراني يوم الجمعة في مستهل دور المجموعات لمونديال 2018. وسيكتفي المنتخب المغربي بحصتين فقط في المدينة التي ستحتضن مواجهة إيران، إذ فضل رينار إبعاد لاعبيه عن الضغوطات وأعين وسائل الإعلام في مدينة فورنيج الهادئة. وتسود أجواءنا من التفاؤل والحماس تدريبات المنتخب المغربي الذي اكتملت صفوفه بعودة لاعبيه المصابين نبيل درار وحمزة منديل. نبقى دائما مع شأن الرياضي، حيث كشف فرناندو هييرو مدير المنتخب الإسباني ولاعب ريال مدريد السابق حقيقة وجود مفاوضات معه من قبل إدارة الملكي من أجل خلافة الفرنسي زين زيدان. وأشارت عدة تقارير صحفية سابقة إلى وجود اسم هييرو ضمن المرشحين لخلافة زين الدين زيدان الذي استقال عقب قيادة الملكي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي. وقال هييرو خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: لو كنت المدير الرياضي لريال مدريد لأفصحت عن اسم خليفة زيدان، ولكنني لست كذلك. وأضاف: لقد اتصلت بزيدان وقمت بتحيته على ما قدمه طوال هذه السنوات، لقد كان رائعا ولم يتحدث أحد معي لتدريب ريال مدريد. وتابع: توجد علاقة محترمة بيني وبين فلورنتينو بيريث، ولا يهمني إذا وصفوها بالجيدة أو السيئة، ورئيس الريال يتصل بي حين أمر بمواقف شخصية صعبة، وإذا كان هناك أي نجاح في ريال مدريد سوف أتصل به لأهنئه. مشاهدينا كعادتنا بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. نذكركم دائما هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الإلكتروني كاب24.tv. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.